بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة كيف تفوز في أقل من 20 نقلة. هذه السلسلة هامة للغاية لأنك ستتعلم النقلات الصحيحة في الافتتاح وكيف تستفيد من أخطاء الخصم وكيف توقع به في فخ عميق أو بالعكس كيف تتخلص من هذا الفخ. ولكي نعظم الاستفادة من كل فيديو سنضيف في البداية موقف نهاية الدور، والفقرة التالية سيكون موقف تكتيكي مع سؤال، ونبدأ في الفقرة الثالثة وهي الفقرة الرئيسية وتتكون من دور قصير ونتعلم منه شيئا جديدا خاصة في الافتتاح، وفي النهاية إجابة نهاية الدور، ثم نختم الفيديو بإجابة للموقف التكتيكي شعار هذه القناة الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. الفيديو ده هيكون مليء بالمتعة، فهنشوف طراش في دور بيلعب فيه بالدفاع الفرنسي بالتفريع المسمى باسمه، وحينهي الدور بتكوينه من أروع ما يكون، بينما كربوف هيعطينا درس هام في معنى الفيل الجيد والفيل السيء. أما بطلة هذا الفيديو الحقيقي فهي الهندية كيران موهاني، وهي حاليا جراند ماستر، وحنرى لها أحد التكوينات الساحرة وعمرها 14 سنة في بطولة الهند للفتيات، وحنرى أنها تقمصت روح أليخين وتال، وفي نفس الوقت تحدد فيشر اللي له المقولة الشهيرة إن البنات لا يلعبن الشطرنج. فهل يا ترى سيوافق الأصدقاء على رأي فيشر بعد هذا الفيديو؟ ولكن قبل أن نبدأ هيا نرى إجابات الفيديو السابق. تيكس إسري تشيك جي 6. ربما الكثير يتحدث الحقيقة في هذا الفيديو اللي وصل للحل في النهايات قليل جدا. عبد العزيز الإدريسي، كادر بانكاي، جرجس جبرائيل، بوب شاميح، نجيب الموري وحسام خلاف. أما اللي فازوا فقط التكتيك فهم أسامة 960 وإسلام فتحي عبد السلام، محمد محفوظ، هشام أبو بكر، عبد السلام العريبي، سنوسرت 32، مهندس محمود طه، مصطفى راضي، أبو عامر، أحمد غزال، يونس بليد، عبد العزيز الإدريسي، بوب شاميح، خالد هيبة، حسين طارق، أمجد فرغلي، وحلو تعبيرك الوزير طار، عامر الداني، عيدروس السري، عمر المصري، الماجيكو 87، ووليد زكي. ودلوقتي نبدأ فقراتنا بسؤال نهاية الدور. في الموقف اللي أمامنا كربوف بيلعب بالأبيض ولون نقلة، ومعه فيل المربعات البيضاء وكذلك الأسود، وكلا من الطرفين معه 5 بيادق، ولكن هناك فارق كبير بين الأسود والأبيض، وهو إن بيادق الأسود كلها على المربعات البيضاء، وده اللي بيجعل فيل الأسود فيل ضعيف، فهذه البيادق تحد من حرية حركته وتجعله دائما في موقف دفاعي، بينما فيل كربوف فيل هجومي لأن هناك بعض البيادق على المربعات السوداء، وده بيفتح له المجال لمهاجمة البيادق السوداء اللي على نفس لون المربعات. ولكن كيف يستثمر كربوف هذا الموقف؟ كربوف بدأ بالنقلة كينج إسري، والأسود لعب بيشوب جي 4، بيشوب دي 3، بيشوب إي 6، وهنا كربوف لعب النقلة المفتاح. يا ترى إيه هي النقلة المفتاح؟ وأوائل من يصلوا إليها يكتبوها في مداخلة ولهم إهداء في الفيديو القادم. الفقرة الثانية هو سؤال موقف تكتيكي. الموقف ده من دور في بطولة الهند للسيدات، والأسود لعب في هذا الموقف روك دي 3 طالب الوزير، والموقف يبدو كأن الأسود أفضل، لكن الأبيض فاجئه بنقلة لم تكن على البال، وخاصة على هذا المستوى من المنافسة، لكن نقلة الأبيض والتكوينة أخذت أفضل تكوينة في الهند في تلك السنة. يا ترى إيه هي نقلة الأبيض؟ وأوائل من يصلوا إليها لهم إهداء في الفيديو القادم. والفقرة الثالثة وهي الرئيسية هنستعرض دور قصير. تراش بالأبيض ولعب E4،
ومايسيس بالاسود ورد اي 6، وبالرد ده دخلنا في ما يسمى الدفاع الفرنسي، والابيض بيكمل دي 4 وبيحصل على الوسط المثالي، والاسود بيرد على الفور بدي 5 بيكسر الوسط وطالب ياخد على المربع اي 4، والابيض له اكتر من نقلة، اما الاخذ على المربع دي 5 وبيسمى تفريع التكسير وعادة بينتهي هذا الدور بالتعادل، او ربما النقلة الاشهر وهي الاي 5 وبندخل في الدفاع الفرنسي المغلق. الابيض بيكون له مساحة اكبر ولكن الوسط اصبح مغلق، او ربما النقلة نايت سي 3 بيعبق قطعة وفي نفس الوقت بيحمي البيدق، ولكن من عيوبه ان بيعرقل البيدق سي اللي عادة الابيض بيستغله في لعب النقلة سي 4 ويضغط على الوسط الاسود. على اي حال الاسود كمل دي تيكس اي 4 نايت تيكس اي 4، الابيض اصبح لديه بيدق قوي في الوسط وكذلك الحصان في موقع متميز، والاسود دلوقتي عاوز يلعب النايت اف 6 ويطرد الحصان من الموقع المتميز، لكن في هذه الحالة الابيض بيكسر والاسود اما ياخد بالوزير والوزير بيخرج مبكرا، او ربما بياخد بالبيدق وبيحطم هيكل بيادق الاسود، ولذلك الاسود بدلا من اللعب النايت اف 6 بيمهد لها بالنقلة نايت دي 7، ودلوقتي طالب نايت اف 6 ولو الابيض اخد بياخد بالحصان، والابيض كمل في تعبئته بنايت اف 3 والاسود اخيرا لعب نايت اف 6 طالب الحصان، والابيض لن يستغنى عن حصانه في موقعه الجيد ولذلك بيلعب بيشوب دي 3، والاسود لو اخد الحصان بيستبدله بالفيل، ولكن على اي حال في هذا الموقف مايسيس كمل بيشوب اي 7 والابيض قام بالتبييت، وبعد نايت تيكس اي 4 بيشوب تيكس اي 4 الاسود لعب نايت اف 6 بيعبق قطعة بتنبو على الفيل والفيل تراجع، وهنا مايسيس لعب النقلة السيئة بي 6. ربما الكثيرين متفاجئين بان هذه النقلة نقلة سيئة، وربما هيتفاجئوا اكتر بان هذه النقلة هي سبب خسارة الاسود. على اي حال الاسود لعب البي 6 ويعبق الفيل على الوتر الطويل، ولكن هذه النقلة بتضعف المربعات البيضاء A6 و C6 وكذلك بتفتح الوتر A4 E8، وهنا بيبان اللاعب القوي من اللاعب الضعيف، لان تراش لو لم يستغل هذه الاضعافات فورا ربما الاسود يلعب بيشوب بي 7 ويصل للتوازن، ولذلك تراش بدأ الالعاب النارية بالنقلة نايت E5. بالنقلة دي تم شل كل حركة الاسود، فهو لا يستطيع لعب النقلة بيشوب بي 7، والا الابيض هيلعب فورا بيشوب بي 5 تشيك، والاسود لا يستطيع تغطية بالحصان والا هيخسر قطعة، وكذلك لا يستطيع لعب السي 6 والا هيخسر بيدق هام، ولذلك الاسود مضطر لتحريك الملك كينج اف 8 وبيتنازل عن حقه في التبييت، ورك ال H8 اصبح اسير ربما لوقت طويل على هذا المربع، والاسود اضطر بدلا من لعب البيشوب بي 7 ان يقوم بالتبييت فورا، لكن ايضا هذه النقلة لن تنقذه لان الابيض اللي اصبح مسيطر تماما على الرقعة كمل بالنقلة القوية نايت سي 6 طالب الوزير وكذلك طالب الفيل، لكن الحقيقة هذه النقلة لها ميزة استراتيجية هامة، فبتكسير الحصان امام الفيل بيصبح للابيض ميزة زوج الافيال، وايضا بعد التخلص من الفيل هيصبح حصان الاف 6 محمي فقط بالوزير، والابيض هيلعب فيما بعد بيشوب جي 5 وحيتم ربط الحصان على الوزير ثم تكثيف الضغط على الحصان، وده هيدي للابيض ميزة هائلة، وده ربما شبيه بما سنراه في هذا الدور. على اي حال الاسود لعب كوين دي 6 وتراش بدلا من اخذ الفيل مباشرة اثبت انه لاعب قوي للغاية ولعب اولا النقلة الرائعة كوين اف 3. دلوقتي الابيض طالب ان يفوز بقطعة باخذ الفيل بكش، وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على الرخ A8 الغير محمي، والاسود ليس لديه دفاع كافي، فمثلا لو لعب البيشوب بي 7 الابيض هيفوز بقطعة فورا بنايت تيكس اي 7 تشيك،
وبيكشف هجوم على الفيل، والفيل غير محمي والابيض هيفوز. ولذلك الاسود ليس امامه غير لاعب البيشوب دي 7 طالب الحصان، لكن الاهم ان بيحمي الرخين. وتراش كمل ببساطة نايت تيكس اي 7 تشيك كوين تيكس اي 7، وبكده اصبح الحصان والوزير على نفس الوتر. والابيض استغل الفرصة كما قلنا سابقا ببيشوب جي 5، رابط الحصان على الوزير وفي نفس الوقت بيهدد بكوين اي 4. طالب ياخد على المربع اف 6 وتشيك ميت على المربع اتش 7، والاسود لا يستطيع اخذ الوزير والا هيخسر قطعة فورا ببيشوب تيكس اي 7 طالب الرخ. وبعد روك اي 8 الابيض بيلعب ببساطة بيشوب تيكس اي 4، والرخ لا يستطيع اخذ الفيل والا هيترك الرخ بدون حماية، والابيض هيخرج فائزا بقطعة ببساطة. ولذلك النقلة بيشوب جي 5 اصبحت نقلة حاسمة، والاسود مضطر لتحليك الرخ ولعب روك سي 8، لكن هنا الابيض لعب احد النقلات القوية في الدور روك اي 1. النقلة دي من النقلات القوية جدا في الدور، بل ربما تكون هي النقلة الفائزة. الابيض بيسيطر على العمود المفتوح وربما بيهدد في وقت من الاوقات بلعب الدي 5، لكن هذه التهديدات ليست هي التهديدات الرئيسية، وحنرى التهديد الرئيسي في النقلة القادمة. على اي حال الاسود لعب افضل نقلة لديه وهي روك اي 8، وهنا تراش لعب نقلة الدور. يا ترى ايه هي؟ تراش لعب النقلة البسيطة ولكنها الساحرة كوين اتش 3، فهو حاليا بيهدد باخذ بيدا الاتش 7، والحصان لا يستطيع اخذه لانه مربوط على الوزير، وربما ايضا التخلص من الحصان الحامي الوحيد للمربع اتش 7 ثم اخذ البيدا اتش 7 بكش وربما مات في الطريق. ومايسس الاسود لم يجد افضل من النقلة كوين دي 6، والحصان اخيرا تخلص من الربط، ولكن الوقت كان متأخر لان الابيض لعب فورا بيشوب تيكس اف 6، وبكده الابيض تخلص من المدافع الوحيد عن المربع اتش 7 جي تيكس اف 6. واذا توقفنا هنا على افضل نقلة الابيض، ربما الكثيرين والكثيرين جدا يقترحوا النقلة كوين اتش 7 تشيك، لكن هذه النقلة ليست افضل نقلة لان الملك هيستطيع الهرب بكينج اف 8، وبعد كوين اتش 8 تشيك الملك هيلعب كينج اي 7، والوزير اصبح مطلوب بالرخ وهجوم الابيض انتهى. لكن يا ترى ايه هي افضل نقلة للابيض؟ تراش لعب النقلة الرائعة كوين اتش 6. تراش بيمنع الملك من الهرب، ودلوقتي بيهدد بتشيك ميت في 4 نقلات، بتبدأ ببيشوب اتش 7 تشيك، كينج اتش 8، بيشوب جي 6 تشيك بيكشف كش بالوزير، كينج جي 8، كوين اتش 7 تشيك، كينج اف 8، كوين اف 7 تشيك ميت. والاسود ليس امامه غير دفاع وحيد امام هذا التهديد وهو اف 5، وهنا بتجي اهمية النقلة اللي قلنا عليها وهي روك اي 1، لان الابيض لعب النقلة الساحرة روك اي 3. بيهدد بالكش القوية روك جي 3 تشيك، والملك لابد ان يذهب للمربع اتش 8 وكوين جي 7 تشيك ميت. والاسود دافع باخر ورقة في يده كوين تيكس دي 4، على اساس ان الابيض لو لعب روك جي 3 تشيك الملك هيذهب للمربع جي 8 ومربع جي 7 محمي بالوزير. ولكن تراش بدلا من لعب الروك جي 3 لعب اولا النقلة التي اجبرت الاسود على التسليم فورا. يا ترى ايه هي؟ تراش لعب احد لمساته الرائعة سي 3. طالب الوزير مسبقا، والوزير لابد ان يبقى على الوتر، والمربع الوحيد هو الاتش 8، لكن هنا بتجي الضربة القاتلة بروك جي 3 تشيك، والاسود ليس امامه غير التغطية بالوزير، والابيض بياخده بتشيك ميت، ولذلك في الموقف ده الاسود سلم. ودلوقتي نبدأ في الاجابات باجابة نهاية الدور. كربوف لعب النقلة الرائعة كينج دي 4. بالنقلة دي كربوف ثبت الاسود دائما في موقع دفاعي،
وعليه فقط أن يليء بالفيل إلى مربع مثل الـ F3 أو مربع مثل الـ B3 لكي يهاجم البيدق، وبذلك يشل حركة الملك والفيل، فكلاهما لابد أن يبقى مكانه وإلا يخسر بيدق هام في الوسط. على أي حال الأسود رد ببيشوب G4 وكربوف لعب بيشوب C2. كربوف بيهدد بالنقلة بيشوب B3 والفيل والملك طالبين البيدق وحيفوزوا بيه، ولابد للفيل أن يتراجع لحماية البيدق، ولعب بيشوب E6 وهنا كربوف نفذ نقلته ببيشوب B3 طالب البيدق بالفيل والملك، والملك الأسود لا يستطيع الانتقال إلى أي مربع، فلا يوجد للملك غير المربع C6، وهنا هيترك الفرصة للملك الأبيض لكي يتوغل بكينج E5 والملك في طريقه للمربع G7 ويبدأ يفوز بالبيادق السوداء بدون أي مقاومة من الفيل. إذن الملك لا يستطيع التحرك ولابد أن يبقى الفيل على هذا الوتر، ولعب بيشوب F7 وهنا الأبيض استغل المساحة المتاحة للفيل وحرية الحركة، ولعب بيشوب D1 طالب يلعب بيشوب G4 ومنها إلى المربع C8 ويبدأ يفوز بالبيادق السوداء، والأسود ليس أمامه غير نقلة وحيدة وهي البيشوب E6 وبيمنع الفيل من الذهاب للمربع G4، لكن الفيل الأبيض لديه الكثير من حرية المناورة ولعب بيشوب F3 وبيصوب مرة أخرى على البيدق، والملك لا يستطيع التحرك وإلا الملك الأبيض حيذهب للمربع E5 ومنه للمربع G7 ويفوز بالبيادق السوداء، ولذلك لا يوجد غير الفيل الذي تنحصر حركته على هذا الوتر، ولعب بيشوب F7 وبكده أصبح المربع G4 متاح للأبيض، ولعب بيشوب G4 بيهدد بالذهاب للمربع C8 والأسود ليس لديه أي نقلة صالحة، ولذلك الأسود سلم. فهو مثلا إذا لعب البيشوب E6 هتكون نقلة سيئة والأبيض هيرحب بالتكسير، وهنا الملك قبل أن يتوغل في جناح الوزير لابد أن يؤمن البيادق ويلعب أولا G4 وبيمنع الملك من الذهاب للمربع F5 وبعد كينج D6 الأبيض بيلعب ببساطة نقلة انتظارية A3 والملك الأسود أصبح في زجزفانج. إذا ذهب ناحية جناح الوزير الأبيض هيتوغل في جناح الملك ويفوز بالبيادق، بينما إذا ذهب ناحية جناح الملك الأبيض هيتوغل في جناح الوزير وحيفوز بالبيادق وحيفوز بالدور، ولذلك الأسود في هذا الموقف سلم، وكربوف فاز بفضل فيله الجيد أمام الفيل السيء للأسود. وأخيرا وصلنا إلى إجابة الموقف التكتيكي. الهندية كيران لعبت نايت B6 تشيك، نقلة ممتازة ورائعة. الكش دي كش مات إلا لو الأسود أخذ الحصان، وبنعود مرة أخرى الوزير مطلوب، لكن الأبيض بكل برود أعصاب لعب النقلة الحاسمة A takes B6. ودلوقتي لو الأسود أخذ الوزير الأبيض حيعطي تشيك ميت في 4 نقلات، بتبدأ بروك A1 تشيك، والكش دي أيضا كش مات إلا لو الأسود أخذ الرخ، والأبيض بياخد بالرخ التانية بكش، والأسود ليس أمامه أي دفاع إلا وضع الوزير على المربع A2 والأبيض بياخده بكش، ثم وضع الرخ على مربع A3 والأبيض بياخده بتشيك ميت، ولذلك الأسود لا يستطيع أخذ الوزير ولابد من التصويب على المربع A1، والأسود بالفعل لعب كوين F6 والوزير والفيل بيمنع الرخين من الذهاب للمربع A1 وما زال طالب الوزير، لكن هنا الهندية تألقت بنقلة رائعة روك C5 طالب روك A5 تشيك ميت، ولا يوجد أي دفاع للأسود غير التراجع بالرخ للمربع D5، لكن هنا الأبيض هيغير خطته قليلا، تم إخلاء الصف أمام الوزير وذهب للمربع A3 بتشيك ميت، والحقيقة تكوينة رائعة تستحق بالفعل جائزة الجمال الأولى. ودلوقتي أودعكم على أمل اللقاء في الفيديو القادم، فإلى ذلك الحين أتمنى لكم أوقاتا ممتعة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.